البلاد صلوات ربي وسلامه عليه. هذا وصف خلقه، وصف جسده. أسأل الله سبحانه يجعلنا ممن يرى هذا الجسد الشريف في جنات النعيم ويصافح ويقبله، ومن يشاهدنا يا رب. أخلاقه، سجياه، طبائعه عليه الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم عليه، وهو الذي قال إنما بعثت لتمم مكارم الأخلاق، والله يقول إنك لعلى خلق عظيم. أو خلنا نقول الأخلاق أولا العظيمة في الإسلام، وكيف أن محمد عليه الصلاة والسلام هو النموذج الأعلى والنموذج الأمثل والنموذج الأول الذي يتأسى به ويقتفى أثره عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليك. قال عنه أصحابه في المتفق عليه، يقول أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، صلى الله عليه وسلم. أنس ترى أقرب الناس للنبي، خدم النبي صلى الله عليه وسلم وكان قريبا منه، وأقرب الناس منك هو من يخدمك يعني يكون قريب. فكان يتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أخلاقه ويقول وكان أحسن الناس خلقا. وفي المتفق عليه يقول أنس ما شممت رائحة قط، ولا مسست ديباجا ألين من كف يد رسول الله، ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال ولقد خدمت النبي 10 سنين فما قال لي أف قط، ولا قال لي شيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا. هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم مع الخادم. الله. يعني كيف يكون الحال مع الزوجة، مع البنت، مع الأخ، مع الأخت، مع القريب والبعيد، مع المسلم بشكل عام، حال النبي صلى الله عليه وسلم مع خادمه. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ووضح مكانة الأخلاق في الإسلام وأن شأنها عظيم والأجر من الله عز وجل عليها كبير. جاء عند أبي داود بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. الله. يعني انظر إلى هذه المكانة العظيمة التي جعلت لحسن الأخلاق، وهي عبادة لا يستطيع إليها إلا من وفقه الله عز وجل. فلذلك المؤمن عندما يعلم بعظيم أجرها وثوابها عند الله لابد أنه يحرص على حسن الأخلاق ويجاهد نفسه ويدعو الله عز وجل أن يوفقه إلى محاسن الأخلاق. جميل. هل سؤال عائشة رضي الله عنها؟ تفضل. إن أردت نختم ولا؟ لا لا. إيه؟ بس في سؤال جاء ودي نطرح عليك شيء بعد شوي. تفضل. عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند أبي داود إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. الله. شوف انظر إلى مكانة حسن الأخلاق وشأنها العظيم. المؤمن يدرك بحسن أخلاقه درجة الصائم القائم. وجاء عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عندما سئل ما أكثر ما يدخل الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق. الله. صلى الله عليه وسلم. جاء في حديث ذلك إن سوء الخلق لا يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. اليوم الناس ما تحب إلا توصلنا ما تبي منك الناس إلا أخلاقك وتعاملك. بالضبط. ولطافتك وحبابتك. والنبي عليه الصلاة والسلام ضرب أروع الأمثلة وهو النموذج الأول عليه الصلاة والسلام. لكن في سؤال الشيخ عبد الله لما تكلم عن وصف النبي عليه الصلاة والسلام الخلقي في جسده عليه الصلاة والسلام هذا في فائدة لا شك. وأهل السير ذكروا وصف النبي عليه الصلاة والسلام وجاء في السنة يعني في دواوين السنة في البخاري وغيره. لكن ما الفوائد من معرفة وصفه عليه الصلاة والسلام غير مسألة التشويق وأن الإنسان يتصور النبي عليه الصلاة والسلام وجماله صلى الله عليه وسلم؟ اللهم صل وسلم. أهل العلم تكون فوائد في هذا. صحيح. اللهم صل عليك يا رسول الله. لا شك يعني فيها فوائد عظيمة وكثيرة، وأولها هو ازدياد الشوق للنبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه. والتأسي به، تعرف من صفاته كيف كان صلى الله عليه وسلم لباسه فتلبس كما لبس، كيف كان صلى الله عليه وسلم هيئته، لحية صلى الله عليه وسلم، سنته كيف كانت، فتتأسى. إذا عرفت هالأشياء هذه تستطيع أنك تطبق كما كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، تقتدي بها، تقتدي. ومنها أيضا رأيت رؤيا مثلا يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. هذه خلينا نسأل يعني ممكن واحد في زماننا الآن يرى النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم. رأى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل رأيت من شكله كذا وكذا، وإن كان مطابق الوصف الذي ورد في الصحيح فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم. الله. وإن رأى يعني مختلف لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الشيطان لا يتمثل على هيئة النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. اللهم صل وسلم. اللهم صل عليه. لو جاء واحد وقال إني رأيت النبي عليه الصلاة والسلام في المنام وقد كأن شاء إيه لا قال كأن وجهه ورقة مصحف وكان لحيته بيضاء عليه الصلاة والسلام وجهه أبيض، نقول هذا ما رأيت النبي. يا سلام. إيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لحيته سوداء فيها شيء من الشيب في عنفقته وفي صدغه صلى الله عليه وسلم. يعني إذا كان مختلف عن الوصف يكون ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم. والله يا شيخ إني التقيت بأحد المشايخ والمحدثين كبار المحدثين ولو استأذنت لذكرت اسمه لكن ما استأذنت في نقل هذا عنه، يقول إني رأيت النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من مرة. والله العظيم لو تعرف يعني قدر الفرحة والبهجة والسرور اللي تكون فيني ذاك اليوم إذا قمت من النوم
يقول ما تكاد الأرض تسعني من فرحي برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام. كيف عاد لو أنه يعني رأى النبي وجالس وسمع حديثه وطعم طعامه وصلى خلفه وسافر معه عليه الصلاة والسلام؟ كيف بصحبة يعني